هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. النهارده عامله حاجه كده، اكله هي الحلقه كلها نفس الاكله يعني، بس عايزه اقول لكم انه يعني ايه بعملها وانا برضو حاطه ايدي على قلبي. ليه بقى؟ ليه حاطه ايدي على قلبي؟ عشان ساعات لما بنعمل حاجه من بلد مختلفه شويه بنبقى خايفين نكون ما عملناش حاجة مظبوطة، غيرنا في حاجة. No way، يعني مستحيل أكون أنا كمصرية هبقى بعمل فراخ بالكاري مثلا زي الهنود، أو بعمل أكلة زي ما بيعملوها في الخليج لو هي أكلة خليجية. مستحيل هكون بعمل منسف زي الأردن والأردنيين. بس الشغف اللي جوه اي حد بيحب الطبخ او اي حد بيبقى عايز يعمل حاجه جديده او بيحب ياكل حتى، يعني مش هقول لكم بيحب يطبخ، بيحب ياكل، في حته كده من جواه بتستفزه. فانا المنسف الاردني من الحاجات اللي بقالها فتره طويله جدا بتستفزني الحقيقه، بتستفزني بشكل يعني عملي، يعني من جوايا كده عندي احساس ان انا ايه بقى المنسف. كل شويه الاقي شيف اردني، الاقي بلوجرز، الاقي ناس مسافره الاردن صد رد كانها اسكندريه طالعين طلعه منسف وجايين. يا جماعه هو ايه المنسف؟ ايه القصه؟ وبعدين بقى في ايه؟ في كده غرام وانتقام، هم بقى مش بياكلوه بمعلقه كمان، بياكلوه بايديهم كده، وبتبقى ايه اللي هو ايه ده؟ ازاي حلو كده؟ ده احلى اكل في العالم. واتفرجت على ناس كتيره جدا، حاولت اعرف كم معلومات، واكيد اكيد اكيد ما وصلتش لكل المعلومات، اكيد ما وصلتش للتكه بتاعت ست البيت الاردنيه او الجده الاردنيه اللي هي عندها كل الخبايا. مهما عملت سيرش على الانترنت عمري في حياتي ما هوصل للتكات اللي انا متاكده انه احنا كمان لما بنتكلم عن اكلنا المصري او بنصور اكلنا المصري مش بيبقى زي ما احنا بنطبخه في البيت، او مش زي جدتي ما بتعمله. فالمقدمه الطويله العريضه دي علشان انا هعمل منسف، فحبايبي الاردنيين سامحوني اذا غلطت او عملت حاجه مش مظبوطه. انا اجتهدت جدا 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 عشان اوصل يعني لكل الحاجات والحركات والتكات الى حد ما، واعتبروني بسلم عليكم وبقول لكم من بي ان سي فود ان احنا هنعمل منسف النهارده وبنسلم على كل الاردن. وهقول لكم بقى دلوقتي انا هعمل ايه، يلا بينا. طيب احنا عندنا شوية حاجات كده، يعني الأول عشان نعرف يعني إيه منسف خلونا نحكي مع بعض يعني إيه منسف. منسف ده الفتة بتاعت الأردن، الأكلة الرئيسية اللي بتتعمل في الأعياد، اللي هي يعني الطب. أكيد في أكلات تانية بس المنسف يعني الأردن، والأردن يعني المنسف. فالمنسف يعني إيه؟ المنسف مكوناته بتكون عيش صاج كبير، هوريه لكم دلوقتي برضو الى حد ما عرفنا نتوصل الى الشكل يبقى قريب. رز اصفر بالكركم، سهله هي بسيطه مفيش حاجه. الصعب كله بقى يا جماعه يعني الهلمه كلها، القصه كلها في سر المنسف، وهو الجميد او الجميد. الجميد او الجميد عباره عن ايه؟ قبل برضو ما نقول المقادير، ما انا برضو مهما حكيت مش هن يعني في حكايات. عباره عن ايه الجميد؟ الجميد عباره عن زبادي متملح ومتحجر وبيقعد بقى فترات طويله جدا محتفظين بيه، واصحابنا وحبايبنا في الاردن بيسافروا بيه ويهادوا بيه وياخدوه معاهم وهم رايحين وهم جايين. والحمد لله الحمد لله انه وصلت له. هو مش بيتباع كتير، ممكن تلاقوا في المحلات السورية عندهم، بس الحقيقة أنا ما جربتوش من عندهم فما أقدرش أقول لكم إذا كان هو. المفروض إن الجميد الحلو اللي هو الجميد الكركي من الأردن، كرك بنعمله أحجار كده، بيعملوه أحجار، أنا جايبه لكم عشان تشوفوه برضو. خلينا لو إحنا حتى يعني نبقى بنتفرج، متعة الفرجة أو متعة المعلومة نفسها حاجة لطيفة جدا بالنسبة لي، وأكيد في ناس كتيرة جدا كانت عايزة تعرف
ايه سر المنسف وايه الجميد. ده الجميد عباره عن حجر، عايزه اقول لكم ان هو علشان نكسره اخدنا وقت طويل ولازم يتكسر كويس، فالكلام ده بيقعد فتره طويله جدا ومحتفظين بيه. تمام. انا اشتريته منين؟ اشتريته من عند صديقه اردنيه موجودين في مصر كذا، يعني كذا حد من الاردن وبيبيعوا منتجات اردنيه، فتوصلت اليها واخدت منها الجميد ده. وبيتباع في شكلين، الشكل الاولاني هو الحجر اللي انا وريته لكم، والشكل التاني علب زي علب الجبنه المبستره، علبه الجبنه انا حاولت احافظ على شكلها على قد ما اقدر، علبه جبنه زي علب الجبنه الفته بتاعتنا المعلبه، بيتباع كده بس سائل، السائل بيكون اسهل كتير في التعامل، فاشتريت منها السائل واشتريت منها الحجر. اوكي، شكله عامل ازاي؟ تعالوا برضو اوريكم الشكل وهو سائل، لان احنا لازم نحول الاحجار دي الى سائل، وانا هوريكم دلوقتي هنتعامل معاه ازاي. ده شكله وهو سائل، بس يعني في حتت لسه عايزه تنزل، هنزله معاكوا بقى ايه كمان شويه. انا بس عايزه اوريكم هو الميه والزبادي كله تحت. تمام. اللحمه بنسلقها، بنحط عليها القصه دي، بتغلي وبتستوي في الخلطه الجميله دي، برضو هنشوف التفاصيل مع بعض، وبتبقى هي ده هو ده المنسف، عيش ورز ولحمه عليها طبقه كبيره بيضة كده شربة من طعم الجميد اللي هو يعني طعمه مميز جدا جدا، وعلى الوش بقى كده بيبقى جارنش لطيف، بقدونس، لوز، نوبر، يعني زي ما تحب. طيب حكينا، نبتدي بقى، يلا بينا، تعالوا نبتدي كده نشوف هنبتدي بايه. محتاجين ايه؟ احنا محتاجين لسلق اللحمه الاول، اللحمه بعظم، المفروض ان اللحمه دي تبقى بعظم، والمفروض برضو ان هي تبقى ايه ضاني، ده الاساس وده الصح، لحمه بعظمه تبقى ضاني. نقطعها منين؟ نقطعها من الكتف، من الفخده، من الرقبه، المهم ان يبقى فيها عظم، موز بالعظم، انا جبت موز بالعظم بس بسلقها، مش هوريها لكم دلوقتي، وجبت قطع من اللحمه الضاني عشان تكون اسهل، لان انا اوريكم بس الفكره دلوقتي هتبقى عباره عن ايه. عشان اسلق اللحمه، مقادير سلق اللحمه هتبقى ايه بقى؟ نص كيلو لحمه ضاني، اتنين موز ضاني، بصله ارباع، وقرفه خشب، حبهان صحيح، ورق لورا، وجوز الطيب، وفلفل اسود. طيب لا لسه، بس انا القفل لا قطع، قفل. طيب كملي الحدوته، شكرا. ماشي استاذ احمد. طيب الرز، تعالوا نتكلم برضو في الرز على ما ابتدي دلوقتي في اللحمه. الرز عباره عن ايه؟ عباره عن رز مصري، والحمد لله ان اصل الاكله بالرز المصري، فانا انبسطت جدا بالقصه دي. فاحنا مستخدمين هنا رز مصري، الحبهان وورق اللورا والكركم، ممكن يكونوا ما بيحطوش حبهان، انا حطيت حبهان، ممكن يكونوا ما بيحطوش جوز الطيب في القصه دي خالص، انا حطيت. ليه؟ لان في حاجه اسمها بهار منسف، فبهار المنسف موجود في الاردن وده ما توصلتلوش، اكيد هي توليفه من اكتر من حاجه على ما قريت، بس لقيت انه وجود جوز الطيب هيدي طعم لطيف، فحطيت رشه جوز الطيب في سلق اللحم، وهنا هحط الكركم وهحط الحبهان بس كده. عندي هنا الحله اهي. بنستخدم ايه؟ بنستخدم سمنه بلدي من بتاعتنا، اكيد هم طبعا بيستخدموا السمنه البلدي بتاعتهم، اللي هي ممكن تكون معموله برضو من بتتعمل من الليه وبتتبهر وبتاخد شويه بهارات حلوين يعني ليها كذا توليفه، السمنه البلدي بتاعتهم، انا استخدمت السمنه البلدي بتاعتنا. فهحط كده سمنه، انا حاولت اقرب الموضوع على قد ما اقدر، وحاولت اعمل حاجه برضو هيعذروني فيها شويه، وهي انه انا دورت على بديل للجميد، علشان انا متاكده انه اكيد في ناس كتيره جدا هتبقى حابه البديل، فانا عارفه كويس قوي ان مفيش حاجه اسمها بديل لحاجه قويه جدا زي ده، اساس الاكله هو الجميد، فاذا عملت له بديل بقى ما بقاش هو. بس خلينا نقرب، بعد ما سالت صديقتي وسالت كذا حد، انه ممكن نقرب
بالبديل ده ونبقى بنقرب. في ناس كتير مسافرين بره بيعملوا البديل ده، فخلينا نجرب ويبقى عندكم ده ويبقى عندكم ده. وصلتوا للجميد اهلا وسهلا، مساء، وما وصلتوش جربوا الحركه اللي احنا هنعملها دلوقتي. خلينا الاول نسلق اللحمه، حط السمنه كده، شوح اللحمه. انا بس حاطه كميه صغيره علشان سلق اللحمه هيبقى قدامكم كده التشويحه، وبعدين نشتغل في بقيه المنسف. زي ما بقول لكم طبعا يستحسن يبقى لحمه بعضل، ويا ريت تبقى ضاني. ومعانا جودي. الو، اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ انا الحمد لله. انت اللي عامله ايه يا جودي؟ الحمد لله، ان شاء الله دايما يا حبيبتي كويسه وبخير. الله، زمان انا وعدتك قبل كده ان انا عايزه اطلع معاكي في التلفزيون. اه ايوه طبعا انا فاكره، ده ما كانش من بعيد اصلا صح؟ ده كان قريب. ايوه هتنوريني اكيد، والله من عينيا الاثنين، ده انا ليا الشرف. يا ريت اقف اطبخ جنبك هنا، ولا انت في تطبخي وتعلميني حاجه. هتعلميني ايه لو جيتي؟ هعلمك مكرونه. مكرونه ايه بقى؟ بالصلصه. وهعلمك كباب حله. اوه انا عايزه كباب الحله ده. عندك اسرار بقى كباب الحله؟ اه كتير طبعا طبعا. خلاص خلاص كده احنا لازم ناخد القرار. حاضر حاضر يا جودي، والله هتنوريني ان شاء الله. طريقه سلق اللحمه، في ناس بتسلق في ميه بارده وبعدين تشيل كل الريم اللي هيطلع، وناس شوحت وناس ما شوحتش. فطرق سلق اللحمه للمنسف برضو ليها كذا طريقه. انا اخدت الطريقه اللي حبيتها، اللي حسيت انه لو الناس عندنا هنا بتتضايق من ريحه اللحمه الضاني، طب ممكن يشيلوها ازاي؟ يحطوا الميه ويغيروها؟ لا، التشويح بيغير كتير وبيظبط كتير من ريحه اللحمه الضاني اللي بتضايق بعض الناس. انا ما بتضايقش خالص، بحب اللحمه الضاني جدا. معانا شهد. الو، هاي شهد، ازيك؟ ازيك يا شيخ، عامله ايه؟ الحمد لله، انت اللي عامله ايه؟ انا بحب حضرتك قوي. وانا كمان قوي قوي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اؤمري. عايزه طريقه الفراخ اللي هي المندي دي. المندي؟ اه. حاضر، من عينيا. حضرتك قوي. اوكي شكرا. سلام يا شيخ. باي باي. نعمل مندي. حاضر، فكره حلوه جدا جدا. انا بحب اروح كل شويه اخرج، يعني عارفين لما تزهقوا كده بيبقى فيه زهق ساعات من الاكل التقليدي اللي احنا بنموت فيه بنحبه جدا، بس في وقت بيبقى لازم نغير، لازم نسافر واحنا في البيت. نعمل ايه بقى؟ نروح نجيب اكله كده من بلد تانية ونعملها ونعيش الاجواء، نجرب كاننا سافرنا وجينا. فيعني انا بحب كده حتى في البيت عندي لازم من فتره للتانية اطلع بره اكلنا خالص، اجرب حاجه جديده وانا جوه البيت وارجع تاني. معانا بسمله، واحط بقى حاجه السلق، البصل، الحبهان، وهحط كمان عود قرفه. طريقه البسبوسه. حاضر يا حبيبتي، من عينيا. تمام، حطيت انا حبه جوز الطيب والحبهان، عود قرفه، شوح اللحمه وميه سخنه، وهبتدي ايه اسلقها. طيب هسيبها قد ايه؟ هسيبها لحد ما تبقى تقريبا نص سوا. ممكن جدا ان احنا نحط رشه كركم وممكن لا. الكركم اضافته عجبتني ليه؟ مش كل الناس بتضيف كركم. اضافته عجبتني علشان الكركم من الحاجات اللي بتضيع الروائح برضو، يعني لو موجود بالنسبة لي هقول والله لطيف، ممكن يضيع الريحة. سواء أنا مثلا الغسيل بتاع الفراخ كان ممكن أحط فيه كركم، بس شوية حسيت أنه بيغير من لون الشوربة
بس هو بيضيع الزفاره خالص. فلو عرفتوا توصلوا للنتيجه مناسبه ان انتوا يعني تشطفوا كويس قوي، لو حد بيضايق من الفراخ وبطن الفراخ كده، الدعكه بحبه كركم ولا حاجه بتشيل الزفاره خالص، تشيل الريحه خالص. فلما لقيت ان الوصفه ما يضرش، او في ناس بتحط في الشوربه كركم عجبتني وفي ناس لا، فحطيت حبه الكركم دول علشان برضو الناس اللي هتتضايق من اللحمه الضاني. هنغطي عليها ونسيبها تستوي نص سوا، وبعد كده نبتدي نجهز الجميد. طيب نرجع تاني للجميد ونشوف عملنا ايه. احنا عملناه باودر، دقيناه الحجر ده، الاحجار دي دقيناها خالص لحد ما بقت الباودر ده. وبعد كده هاخده احطه هنا كده بالشكل ده، وهحط عليه ميه. ممكن انقعه من امتى؟ ده انا ممكن انقعه من قبلها بيوم. في ناس نقعت قبل بيوم، وفي ناس نقعت قبل بساعتين ثلاثة، وناس نقعت قبلها بشوية. المهم ان هو يتنقع شوية. اوكي يلا. طب لا، احنا عايزين نطلع فاصل ونرجع بقى تاني، يكون هو اتنقع ونكون جبنا اللحمة، ويعني نشوف الخطوات اللي جاية بعد كده ايه. استنونا بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل، عملنا ايه بقى؟ هقول لكم حالا عملنا ايه. ما عملناش اي حاجه، انا بس شلت اللحمه اللي بتتسلق بقى خلاص. ونتكلم دلوقتي في ان احنا عندنا اللحمه المسلوقه اللي بالعظم زي ما سلقنا كده، بس هنكمل سواها يا شباب بليز عشان هنستخدمها في الاخر. فحد يحطها لنا على النار. بصوا بقى اللحمه اهي، انا هنا استخدمت اللي بالعظم. اوكي، الموزه بقى اللي بالعظم الحلوه دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام تمام هنغطي عليها تكمل هي غليان، ونروح نشوف اخبار الجميد ايه اللي احنا نقعناه قبل الفاصل. نشوف بس لنا ايه حاجة نشيلها. اوكي ولا حاجة. هنجيب بقى الخلاط كده ونحط الخلطة دي في الخلاط. اوكي ننزل كل الحركات. نضربه ضربة محترمة جدا 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 عشان ما نقعنهوش وقت طويل، ممكن جدا يكون في شوية تكتلات فعشان كده هصفيه. طيب انا محتاجة ايه؟ محتاجة دلوقتي ان انا احط الخلطة بتاعتي على اللحمة اللي اتسلقت تقريبا نص سوا. اوكي يلا. تمام مفيهوش تكتلات كتيرة ولا حاجة، زي الفل. هنغطي دلوقتي وشوية وهنحط عليه لبن رايب يغلي بس كده، وهحط عليه اللبن الرايب. خليني احطه على النار العالية شوية ونجيب الحلة دي عشان نعمل الرز. اوكي عشان نعمل الرز هنبقى محتاجين برضو سمنة. نحط السمنة البلدي. اوكي
عندي الرز هنا والكركم كده، ورق اللورة والحبهان اذا حبيتوا الحبهان، ما حبيتوهوش خلاص. عايزين برضو اضافة جوزة الطيب للرز مفيش مشكلة. هحط كده الكركم على السمن. بيبقى لونه ايه؟ بيبقى لونه اصفر فاتح، ما بيبقاش الكركم عالي قوي. والناس اللي بتنقع الرز، يعني الناس اللي هناك اللي بينقعوا الرز المصري بينقعوه شويه، ساعات بيحطوا في ميه النقع الكركم وما بيحطوش كركم تاني. فاللي بيحب درجه اللون تكون اغمق شويه بيكتر الكركم، اللي ما بيحبش بيقلل. ننزل بالرز. هنقلب. حبة احط شوية من الفلفل الاسود، وهحط الملح طبعا. وادي ورق اللورة وفصين من الحبة هنا. بقلب الرز لحد ما الرزاية نفسها مسكها تبقى سخنت. نشيل الحاجات اللي مش هنستخدمها دلوقتي. ده الجميد السائل اللي طلعناه من العلبة، ده الشكل. وادي الحجر، وادي اللبن الرايب اللي هنحطه دلوقتي على الخلطة وهي بتغلي كده. بصوا بتغلي ازاي، بصوا اللون. نحط بقى ايه اللبن الرايب دلوقتي. وبيقولوا ان اللبن الرايب ده بيخفف من حدة وطعم الجميد، لانه طعمه مالح وحاد شوية، فله طعم يعني، فهما بيخففوا بالقليل من اللبن الرايب. معانا باسم. ازيك يا شيخ، عاملة ايه؟ ازيك انت، عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. اهلا اهلا. معلش يا شيخ، انا عايز اعرف طريقة الكباب الحل. حاضر حاضر، من عينينا بس كده. احنا عملنا تقريبا كباب حل قبل كده. خلينا ايه نعمل كده. على فكرة الحركة دي مش بس في المنسف، يعني هو انت لازم تقلبي الرز كويس لحد ما يسخن علشان يفلفل، حتى لو هتحطينه مية سخنة. وهو كده كده يعني بلاش مية ساقعة تماما، يعني بلاش نسقيه مية ساقعة ابدا. ممكن جدا نحط مغرفة شوربة من شوربة اللحمة. ممكن حد يجيب لي من اللي جوه شوية مرقة من الشوربة نحطهم هنا. لو قبل ما كنت احط الجميد، لو شلت شوية شوربة من هنا كانت هتبقى لطيفة جدا وتسقي بيه الرز. برضو من الحاجات اللذيذة، انا بحب قوي اخد من هنا ونحط على هنا. حسيت ان الاكلة دي، عشان كده بقول لكم المنسف من الحاجات اللي فيها شغل، يعني بحب انا الحاجات دي زي القلقاس كده. عندنا خطوات وحاجات تتشوح وطشات وتدي تتسلق وده يتحط، بحب كده يعني. من الاكلات فعلا فعلا اللي استفزتني في المطبخ المصري كان القلقاس، ودايما اقول يعني ازاي كده، ازاي كده اخترعوا كل الحاجات دي. الورقيات دي ازاي تتشوح طلع اللون ده، لما تتشوح تدي التكه دي. لا في ابداع. فمن الحاجات اللي حسيت ان فيها فكر جدا وعميق كمان كان المنسف.
مهم جدا استخدام السمنه في الوصفه، من الحاجات اللي يعني ناس كتير قالت انه لازم السمنه البلدي، وطبعا هي كانت سمنه بلدي اردني بالطريقه التقليديه الاردنيه. يلا هنحط بقى شوية كده من المرقة ونكمل الباقي مية. ونكلم مريم. هاي يا مريم، ازيك؟ مريومة ممكن تسمعيني من التليفون؟ حاضر. حضر لك الخير يا رب. عاوز اسأل عن خلية النحل. على خلية النحل؟ حاضر. عملناها والله، ليه ده احنا لسه عاملين. يعني ببقى نفسي اعملهم تاني، بس هي لو حضرتك عايزاها مننا يعني مني، هتلاقيها على سر الصنعة خلية النحل على اليوتيوب، عشان احنا لسه عاملينها قريب فمش هقدر اعملها تاني. كل مقاديرها وتفاصيلها وحشوتها الجميلة، وكانت تحفة الحقيقة، كانت حلوة قوي قوي قوي. احب اطلع فاصل، ايه رأيكم؟ تيجوا نطلع فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حتة. رجعنا من الفاصل ومستنيه الرز يتشرب، حطيت له بس ورق فويل، ممكن تحط فوطه، انا بحب دايما علشان كمان اسرع شويه يستوي، اسرع يتكمر كويس يبقى مكمور كده. فيعني كنت اتمنى ان غطا الحله بتاعي يكون احسن من كده شويه ويكمرها كده، بس عمال يطلع بخار، وبحب احط فوطه او ورق فويل. المهم هنقله دلوقتي على النار الاهدى شويه. وعايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل البديل بتاع الجميد، وطبعا يعني انا يعني كل الاعتذار وكل الاعتذارات وكل حاجه، كاني بالظبط طبعا بقول اللي هو ايه، حمام محشي كنوه، ما هو ده مش حمام محشي، فاهميني؟ اللي هو ملوخيه من غير طشه، محشي بتاعنا كرنب بس من غير خضره خالص، اللي هو شلنا حاجة مهمة قوي 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 من الوصفة وبنعمل لها بديل. بس خلينا نجرب، والناس اللي جربت الوصفة دي قالوا ان هو بيبقى دمه خفيف وشبيه جدا وقريب ولطيف وكل حاجة، مش هو هو بس يعني نجرب. طيب عندنا ايه؟ عندنا زبادي، دول هتنزل المقادير دلوقتي على الشاشة عشان اقول لكم قد ايه. هم علبتين، كل علبة 170 جرام، وثلاث معالق نشا كبار، ولبن رايب. اوكي، يعني انا مستخدمه تقريبا نص لتر. نزل قد ايه اللبن الرايب؟ نص لتر، صح. اوكي هنعمل ايه؟ ده على فكره الصوص ده من غير الرايب بشتغل بيه في الاكل الشامي، اللي هو بنعمل بيه الكوسه باللبن وايه تاني، كوسه باللبن، شكريه، في حاجة تانية بعملها باللبن برضو بس يعني مش قادرة اجيبها دلوقتي. بس الصوص ده بشتغل بيه في كذا وصفة تانية شامية وبيبقى لطيف. والشكرية هي الموزة اللي بتبقى برضو في الصوص اللبن ده، بيبقى طعمها حلو، فميبي تطلع طعم اللحمة برضو لذيذ من الصوص. فخلونا نعيش التجربة مع بعض. هنحط الزبادي كده على النشا، نجيب ميه، وبعدين هنحط الرايب كمان شويه، نحط شويه ميه بس كده نفك الدنيا دي. عايزه ابص على الرز اتشرب ولا لا. يا دوب نرجعه بقى ورا كده. تمام، هنقلب الزبادي بالنشا
التقليب المستمر للصوص ده علشان حاجتين، علشان ما يفصلش وما يكتلش يعني، وما يفصلش اهم، مش عايزه الزبادي يفصل، عايزاه مربوط. ونكلم مي. الو 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 يا شيف، هاي مايويا، ازيك؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. خلاص كده ماشي. تقليب 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 مستمر، وانت لازم تعملي كده. نكلم رحمه وتبصوا كده معايا كمان على الحركات اللي هنا دي. يا رحمه، انا عامله ايه؟ ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله، وحشاني. وانت كمان، وحشاني جدا جدا. يا رب تكوني بخير. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. كنت عايزه طريقه عمل الدونتس. دونتس؟ انت ممكن تنزليه دلوقتي عشان محتاجاه؟ لا صعب دلوقتي، معلش يا رحمة، مش جاهز، ما عملناهوش هنا قبل كده، فمش هنقدر نجهزه، يعني مش هقدر انزله لك مكتوب، فهنعمله والله وعد، هعمله لك. حاضر، ممكن نعمله الاسبوع اللي جاي ده على طول. انا بس عايزه ايه، عايزه انقل الصوص في حلة تانية عشان اعرف اشتغل فيها، لان الحلة دي مش مظبوطة تماما، هيبتدي يتقل وتبتدي هي ايه، عاملة زي الصاج، ممكن تلسعه من تحت. تمام كده احسن. اوبس. تمام، بصوا ابتدى يتقل زي الصوص. مجهزين بقى الرايب كده. الرايب هو الاوبشن اللي موجود في مصر، او الاختيار اللي موجود في مصر. الايران او العيران اللي بيبقى موجود في دول كتير، سواء اوروبيه او عربيه، وهو مشروب يعني شامي، والايران تركي، يعني بيبقى احدق شويتين، حادق، فقريب جدا من الطعم للجميد. الجميد برضو حادق، هو متملح، فبالتالي احنا هنحط ملح هنا ازيد شوية، لان الوصفة اللي هي بتاعت البديل بيستخدموا فيها لبن العيران. خلينا نحط دلوقتي، بصوا بيتقل ازاي. التقليب المستمر ده ضروري بشكل كبير قوي. اوكي، نحط كده الرايب، ونحط الملح، ونكلم محمود. شكرا يا محمود. انا ممكن اخد اللحمه عشان استخدم برضو منها شويه شوربه، فممكن اخد اللحمه كلها اللي بتتسلق بقى الناحيه التانيه. عايزه احط بقى على الصوص برضو معلقه سمنه، يعني احنا لو اعتبرنا ان المكونات دي مكونات اصلا احنا عارفينها، بجد طعمها حلو، طعمها حلو قوي، قريبه بقى للمنسف، او بعيده، او قربت منه من بعيد، او بقت شبهه حتى، فهي مكونات طعمها جميل. واللي ضاق صوص اللبن ده، سواء في الكوسه باللبن، او في الشكريه، او الكبه باللبن، ايوه الكبه باللبن، الكبيبه اللي بنعملها في الصوص، برضو بتقدم في المطاعم الشاميه واللبنانيه، بتتحط في صوص زي ده كده، بنعمل لها طشه بتبقى حلوه قوي. التقليب 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 المستمر. شايفين السمك؟ شايفين القوام؟ اهو
القوام مظبوط جدا، ولا مقطع ولا متكتل ولا اي حاجه. ده راجع لايه؟ راجع للتقليب المستمر، وان النشا والزبادي يندمجوا مع بعض، وافضل انا بقلب بقلب بقلب، فكله وهو بيغلي وبيتماسك بيطلع على نفس القصه. محتاجين نطلع فاصل؟ طب ضروري قبل اللحمه ولا بعد اللحمه؟ ضروري نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل. بنعمل ايه؟ اللحمه بتاعتنا لسه بالجميد، المفروض ان هي تبتدي بقى تتقل وتتبخر كده الميه، وتبتدي بقى الصوص يتقل شويه، يا رب نلحق بس ويتقل وياخد وقته. وهنا البديل، احنا لما طلعنا فاصل كان البديل بتاع الجميد اللي عملناه اللي هو صوص اللبن، وده كان عباره عن زبادي رايب ونشا، وبناخدهم كده على النار تقليب 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 مستمر، وعلى النار تبقى هادية. وبعدين هاخد الكلام ده دلوقتي وانزل بيه على اللحمة اللي بتتسلق بالشكل ده بالشوربة بتاعتها، اللي هي حبة شوربة صغيرين، تمام؟ وهكذا كده تعاملنا مع الخلطة دي كأنها هي الجميد، كأنها هي الخلطة اللي هنا. وهنسيب الكلام ده برضو يستوي، وطبعا هو برضو ملوش ايه، ملوش روح قوي على الغلية على النار، فاحنا هنقلب تقلبتين كده وعلى نار هادية، ونسيب اللحمة تشرب من الصوص اللي بالشوربة وبالقصة دي. شوربة بقى وزبادي مع الرايب مع معلقة السمنة وحبة الشوربة، هو ده الشكل اللي أنا عايزاه، وعايزة اللحمة تتشرب كويس قوي من الصوص. معانا محمود. الو الو الو، ازيك يا شيف؟ ازيك يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ تمام. قول لي، كنت عايزه طريقة عمل البيتزا الايطالي. طريقة تطلع بتعملها ازاي؟ طيب تعرف بتعملها ازاي؟ بحط كل كوبايه دقيق، ها، نص كوبايه ميه. كتير قوي، كتير قوي، مش هتاخد منك كل كميه الميه دي، فخلي الميه اكيد هتبقى اقل. هقول لك دلوقتي، هقول لك تعمل ايه. احنا عندنا هنستخدم مثلا هنقول 5 كوبايات من الدقيق، اوكي؟ الدقيق ده هياخد ميه قد ما ياخد، انت في الاخر الميه دي ميه دافيه، هياخد منك قد ما ياخد، بس مش هياخد كميه الميه اللي انت بتحطها، هياخد كميه ميه اقل شويه. وما بنعملش اي اضافات على الدقيق ده غير الملح والخميره وزيت زيتون وممكن حبه زعتر. ده الاساس بتاع عجينه البيتزا الايطاليه. ما بنحطش ولا بيض ولا لبن ولا حاجه تطريها ولا حاجه تعليها ولا اي حاجه. انا بحط علبه زبادي. لا، هتطلع منك فطيره، دي عجينه تعمل بيها ميني بيتزا، لكن البيتزا الايطاليه من غير الزبادي. الزبادي بيطريها بس هو مش الصح. الصح بتاعه هو ده. لو حابب اكتر ممكن تعمل حاجه لطيفه قوي، ممكن تميكس، تعمل ميكس في الدقيق ما بين الدقيق الاسمر والدقيق الابيض، وده بيطلعها الكراست بتاعتها او العجينه بتاعتها، الحته الحروف بتاعتها كده ناشفه كده وبتقرقش سنه ومدياك اللون اللذيذ ده. بنعجن العجينه بتاعت البيتزا وبنخمرها كويس الاول، وبندهنها بزيت الزيتون، اوكي؟ وبعدين بناخدها نبتدي نقطعها كور كور، ونسيبها تخمر وهي كور على الدقيق، يعني نفرش الدقيق ونسيبها تخمر وهي كور. وبعدين باخدها وابتدي اشتغل بيها كوره كوره، كل كوره هتبقى البيتزاية. قبل ما انا بفرش الفرشه بتاعت الدقيق اللي هفرد عليها، ارمي عليها شويه من دقيق السميد، دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، هيديها برضو طبقه لذيذه قوي. والطلاينه بيعملوا الحركه دي وبتبقى حركه لذيذه وبتدي طعم وقرقشه وقرمشه حلو قوي للبيتزا. فميكس الدقيق الاسمر مع الابيض حلو قوي وافيد اكيد،
والحركة بتاعة دقيق السميد دي كمان معاها هتدي ميكس لطيف قوي. ناخدها بقى بعد كده نسوي جزء منها على النار او نسخن طاسة او صاج في الفرن وندخلها كأن ده الفرن الحطب، ما فيش فرن حطب عندنا، فهندخلها على فرن سخن وصاجة سخنة تستوي بسرعة. اكون انا طبعا عملت لها كل الحاجات الحركات اللي احنا بنحطها لها بقى، وحط ما تحطش الجبنة في الاول، ندخلها يا دوب تقريبا هتاخد 5 دقايق عشان تستوي وترتفع بسرعة جدا، وبعدين شغل الشواية وحط الجبنة، الجبنة تسيح بقت احلى بيتزا. فالموضوع في التسوية كله على بعضه بيبقى حوالي 10 دقايق بكتير قوي، يعني هي بتاخد 7 دقايق كمان مش 10. فسهلة وموجودة الوصفة على اليوتيوب سر الصنعة حلقة بيتزا. معانا يا سلمى. الو، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ يا سلومة قوليلي يا حبيبتي عندك اي سؤال؟ انا بحبك قوي يا شيخ. وانا بحبك قوي 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 قوي. عندك اي طلبات؟ بتدخلي المطبخ محتاره في حاجه؟ عايزه اي حاجه؟ انا عايزه اعرف طريقه المكرونه البشاميل. حاضر حاضر، بقالنا كتير ما اتسالناش عليها المكرونه البشاميل، يومين تقريبا. حاضر، عايزين نعمل مكرونه بشاميل تاني يا هل بعد اذنك. يعني معانا مين يا مسك؟ الو الو الو، اخبارك؟ انا الحمد لله، ازيك انت؟ قلت لي ايه الاخبار؟ انا الحمد لله كويسه بخير لما بشوفك والله. يا حبيبه قلبي ربنا يكرمك. اخبارك عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. النهارده عامله اكله جديده يا رب تعجبكم، ويا رب اكون قدمتها بشكل كويس. عامله منتف، سمعتي عنه قبل كده؟ لا صراحه انا لسه اول مره اسمع. اكله اردنيه شهيره جدا جدا جدا. اي حاجه من ايدك جميله قوي يا شيف. يا روح قلبي، ايه الرقه والحلاوه دي بس؟ منك طبعا. تسلمي يا روح قلبي. تدخلي المطبخ؟ طيب اتعلم. وايه الاسم الحلو ده؟ اسم جميل. شكرا يا مسك. تعالوا قبل ما نبتدي كده نشوف ايه الاخبار، احكي لكم عملنا ايه، بس نبص على الرز الاول. بصوا بقى الرز اهو، تمام لونه مظبوط، ده الاصفر الفاتح اللي انا عايزاه، وريحته تحفه، ريحته تجنن. حطينا بقى معلقه الشوربه دي وريحه الكركم، حاجه حلوه قوي كده. احنا مش محتاجين الرز تاني على النار، ممكن نقوم حاطين له بس معلقه سمنه كده. معلش اعذروني، يعني بشوف السمنه قدامي بحس ان انا لازم ايه استخدمها، وبعدين دايما معلقه السمنه دي سواء في اي رز يعني، وتقوموا مغطيين كده، ليها طله ليها نكهه. النهارده عملنا منسف، المنسف الاكله الاردنيه الشهيره اللي لما بنشوف ناس على السوشيال ميديا بقى انستجرام فيسبوك تيك توك اي حاجه من الناس دي كلها، وبنبص عليهم كده هم بياكلوا المنسف ويقعدوا يقولوا واو يا خبر ابيض دي احلى اكله في الدنيا وكده، حسيت بصراحه بغيره كده، اللي هو الناس دي ذاقت ايه احنا ما دقناهوش يعني. ايوه انا عايزه اعرف الطعم. مهم عملنا المنسف، عملناه بالجميد الكركي الأردني الأصلي، الأحجار اللي بتيجي من الأردن، وعملنا الخلطة بتاعته، سلقنا اللحمة وشوحناها، وبعد ما شوحناها حطينا المية عليها، وبعدين حطينا خلطة الجميد دي بعد ما استخدمنا الخلاط وضربناه ونقعناه، حطيناه على الشوربة يغلي 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 مع بعض. اللحمه كانت مسلوقه نص سوا. تعالوا نبص كده نشوف ايه الاخبار. الصوص لسه يعتبر خفيف، المفروض ان هو بياخد وقت اطول من كده علشان يدي السمك المظبوط. هو ابتدى يوصل اول ما السمنه بتبتدي تطلع كده، ويبتدي تبتدي اللحمه تلقط اللون الابيض وما تبقاش شفافه، نعرف اننا بدانا ناخد الطعم.
بس طبعا بيحتاج ان هو يتكثف شويه اكتر من كده، وما يبقاش تقيل قوي، يعني هو تمام بس هو مش تقيل، ما بيبقاش ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. حاضر حاضر. وعملنا الناحيه الثانيه الخلطه يعني مش الاصليه طبعا، عملنا البديل علشان اوريكم برضو لو حابين تلقطوا الطعم تاخدوا الطعم كده. وايه عملنا البديل ده بالزبادي والنشا والرايب، وحطينا اللحمه اهو فيه، وهتبتدي ايه برضو تاخد الطعم وتلقط الطعم وطعمه. انا دقته وحطينا له معلقه سمنه وبقيه الشوربه اللي كانت تحته، كان طعمها حلو قوي قوي قوي. اللحمه كمان بتاخد الطعم فلذيذه جدا. نيجي هنا، تمام، نيجي هنا بقى نجيب الطبق اللي هنقدم فيه. هو بقى لازم كده طبق كبير كده، ما بيتقدمش في اطباق صغنونه، المنسف اطباقه كبيره وبيعملوا منسف بس، بقى ناس كتيره قاعده كلها بتاكل منسف. بجد كنت بحس بالغيره من قبل ما ادوقه، يعني لما دقته ارتحت كده وهديت كده، الله انا كده تمام. بيعملوا بقى اطباق كبيره كده لذيذه. فخلينا ناخد العيش، ده العيش المستخدم اللي هو العيش الصاج. في ناس بتقطعه وناس ما بتقطعهوش، انا حبيت فكره ان احنا نقطعه اكتر، فهنفرد كده الشكل ده ونيجي هنا نقطع من دول شويه علشان نعرف ناخد المعلقه يبقى فيها من كل الحركات يعني. تبقى المعلقه فيها الطعم والعيش، واللي احنا دلوقتي هنسقيها بالصوص، فحاجه جميله خالص الحقيقه. يلا بينا. تعالوا بقى هنا كده، هاخد من الصوص، عايزه اخد في حاجه، ثانيه واحده. انا هاخد ده بقى اللي بنسقي بيه كده. ريحة حلوة قوي قوي قوي. يعني اللي يحب يشيل ورق اللورا والحاجات دي يشيلها، هو طبعا احسن مع الاكل عشان محدش يتضايق، بس انا مش عارفه ليه بحس دايما ان انا عايزه احط كل حاجه بخيرها كده. بورق اللورا اللي استخدمته بحس في مكونات كده بحب اشوفها. حاضر. ثانية
ثانية واحدة بس، في حبة رز صغيرين قوي نفسي اخدهم. ثانية واحدة عشان بس الجناب بتاعت السيرفيس تبقى فيها رز، عشان ده هيستخبى. يلا نشيل الغطا. نيجي بقى هنا نحط تاني من الصوص كده، نسقي الرز نفسه. عايزه طبق تاني احط فيه بس مش عارفه. تمام اوكي. طيب اللي احنا بقى بنعمله دلوقتي ان احنا خلاص هناخد بقى اللحمه اللي هنا اوكي، بعد ما الصوص يكون تقل، بس هنسيبه يتقل اكتر من كده، انتوا هتسيبوه يتقل شويه اكتر من كده. احنا عشان وقت الحلقه كان نفسي يعني احنا قدامنا تقريبا والله ربع ساعة، لو اديتوني ربع ساعة للأسف. اوكي يلا ربع ساعة تاني مش ربع ساعة من الأول، لا ربع ساعة تاني بالظبط. يلا وادي اللحمة. بصوا اللحمة بقى بتبقى دايبة ازاي، واو حاجة. حاضر يلا واو يا حركاتك. يلا اللحمة لازم تاخد اللون الأبيض، اللحمة لازم تكون مستوية كويس، يعني مش قادرة أقول لكم دايبة قد إيه وواخدة من الطعم، بس كان ممكن تاخد الطعم بطريقة باللون كمان أكتر من كده شوية لو الصوص اتكثف أكتر من كده. خلينا نشوف هنا لو في لحم تاني او في. تمام بيتقدم بقى صوص تاني، بنسقسق كده اللحمه بالشكل ده، وبيتقدم صوص تاني من ده جنب الاكل للي عايز يزود، للي بيحب بزياده، بيبقى لطيف جدا جدا جدا. اخر تاتش وهو الحاضر دي اوكي. اخر تاتش وهو ايه؟ لا خلاص ثانية واحدة حضرتك، ثانية واحدة معلش معلش، انا عايزه بس احط كمان اللحمه دي بعد اذنك عشان تدي لوك، ولا بلاش؟ خلاص بلاش، لا خلاص. بس بلاش. ادي اللوز وادي التاتش الاخير القليل من البقدونس. لا لا مش هينفع ابدا ابدا. يلا حاضر. مبسوطة وسعيدة بالحلقة كالعادة، عملت المنسف، مبسوطة قوي 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 بيه. يا رب أكون قربت من الطريقة الأصلية اللذيذة الجميلة اللي مفيش زيها أبدا، وأكيد مش نعرف نعمل زيها أبدا. مبسوطة جدا 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 بحلقة النهاردة، يا رب تكونوا انبسطتوا وتسليتوا واستفدتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله، وما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك ويوتيوب، وصفحتي الشخصيه دعاء السمنودي بالعربي والانجليزي على فيسبوك وانستغرام. اشوفكم على خير، باي باي.